التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد مع انطلاقه شوطنا الثامن في تعداد اشواط هذا اليوم الخاص بالجعدان الاذاعه المهجنات الاصايل. انطلاقه موفقه نتمناها للجميع. ابدا بالصداره واتابع المركز الاول، والان اللي يتقدم هذا الرسمي بشعر محمد بن راشد بن تريس الظاهري يتصدر الجميع، بينما في المركز الثاني البارع لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما انتقل الى المركز الثالث وفجاجي مع الشيخ محمد بن بطي الحامد يتولى عمليه تضميره مختار بن احمد. اما في المركز الرابع من الجانب الاخر ياتي هنا هجام بشعار سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي يتولى عمليه تضميره، بينما دخول على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات ياتي عجيب بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ومطر بن محمد بن ضبيعه الافتبي. اما في المركز السادس ياتي متعب لاحمد بن سعيد بن سالم الينيبي، بينما في ثامن التحديات. وفي المركز الثامن اجد هنا معلن بشعار سمو الشيخ احمد بن سعيد بن رايد النعيمي وفايز بن غفان اليابري يتولى عمليه تضميره، وتاسع المراكز الشهم ضاحي بن يمعه بن تميم المهيري، وعاشرا يتقدم هنا الواعي لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الافتبي. عودة إلى مقدمة الشوط بعد ما أتممنا العشر المراكز الأولى والأسماء اللي مسيطرة على الكادر الإعلامي منذ بداية انطلاقة هذا الشوط، ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى البداية وإلى الرسمي. معلن هذه السيطرة الرسمية في مقدمة الشوط لمحمد بن راشد بن تريس الظاهري، هو الآن مسيطر على المركز الأول، بينما ياتي البارع في مركز الوصافة سالم بن سعيد بن كاسب المسافري يتقدم الآن ليحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث فجاج لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومختار بن أحمد يقود في عملية تضمير، بينما متعب غادم نحو المركز الرابع ويقدم لنا متعب احمد بن سعيد بن سالم الينيبي. ها هو سلاله متعب الصغير من خلال تواجد هذا الاسم اللي يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس نشوف الوصول من هجام بشعار سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي يتولى عمليه تضميره وتدريبه. هكذا مراكزنا الاولى المتقدمه، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود ونبغى بالمتابعة بالصوت والصورة في مقدمة الشوط في السيطرة الأولى في المركز الأول في هذه اللحظة المثيرة، وها هو الرسمي اللي معلن تواجده ومعلن سيطرة رسمية في مقدمة الشوط بشعار بن تريس الظاهري على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما يأتي على المركز الثاني ها هو الآن يتقدم المميتين يا أحمد يا بن سعيد يا الينيبي، مقدم لنا متعب على مستوى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث البارع لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري يتقدم الآن ليحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع فجاج لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ويضمره مختار بن احمد اللي يتولى عمليه تضميره وتدريبه، بينما في المركز الخامس اللي واصلنا في هذه اللحظه هجام بشعار سمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي يتولى عمليه تضميره، ولكن الغلاف الجوي الاخير والكيل والمتر الاخير والبارع بدا
يبرع، بدأ يبرع على الصدارة على المركز الأول وحيدا في مقدمة الشوط لسالم سعيد بن كاسب المسافري، بينما الينيبي خادم مع متعب اللي يحتل المركز الثاني، وياتي هنا مع ثاني التحديات لأحمد بن سعيد بن سالم الينيبي، بينما في المركز الثالث الرسمي لمحمد بن راشد بن تريس الظاهري، وال400 متر الأخيرة، وتحرك هنا البارع، روح البارع وانطلق إلى الفوز وإلى الانتصار وإلى النقطة الثانية من خلال تواجده على الصدارة على المركز الأول. الله يا سلام، أشكرك يا أبو سعيد، أشكرك على هذا الأداء المثير اللي يقدمه لنا البارع على الصدارة وعينه على النقطة الثانية، وينتزع النقطة الثانية في صباح هذا اليوم، ويهدي هالي إمارة رأس الخيمة وهالي السوان هذا الفوز الثاني على التوالي. تهانينا لسالم سعيد بن كاسب المسافري. المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا الأعزاء الرسمي لمحمد برايد بن تريس الظاهري، المركز الثالث متعب لأحمد بن سعيد بن سالم الينيبي. هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام نتيجتنا عودة إلى التوقيت الزمني وأثناء 6:18. تهانينا لسالم سعيد بن كاسب المسافري على فوز البارع، تهانينا لجميع الفائزين.